أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الميزان السبت 4 سبتمبر أيلول 2021. يجلب القمر في الأسد الطاقة إلى قطاع أصدقائك، وستكون بطريقة ما الشخص الذي يبدو أنه يجمع كل شيء معا الآن. تكتشف الأشياء العظيمة في حياتك من أجلك، وستأتي في عالم من تعرفه في حياتك بدلا من الخروج والبحث عن فرصة. يمكنك توقع معارف جديدة ومثيرة للاهتمام. كن هادئا مع نفسك وكن صبورا، ومن المؤكد أن محاذاة الكواكب ستجلب مجموعة كاملة من المشاعر والتي من المحتمل أن تكون جامحة ونارية وليس التعبير عنها بشكل جيد على الإطلاق. أولئك الذين يعملون في العقارات والتجارة سيكونون ناجحين، وخاصة سيكون هناك صعوبات لتتطلب التحقق الإلزامي في سلوكك. حتى الآن إذا كنت تخطط لنزهة فسيكون ذلك ممتعا للغاية. تنتظرك مكافآت مالية رائعة تجعلك تزدهر. إذا كنت خططك واعدة فيمكنك بإقناع الناس من حولك، فستحصل على الدعم والمساعدة. قم بإجراء تغيرات في حياتك لتصبح نقطة انطلاق للوصول إلى قمم جديدة. لا تفوت فرصة الحصول على فائدة بنفسك. أنت مليء بالحماس لتغيير الأشياء من حولك، ولكنك تحتاج إلى فترة من التفكير الهادئ لتقرر ما إذا كانت بحاجة إلى التغيير على الإطلاق. سوف تتفوق في مشاريع التي تقرر القيام بها، فمن الأفضل أن تسمح للشخص آخر باختيار تلك المشاريع من أجلك. ستكون مليئا بتصميم عقلك. توقعات العاطفية. لقد كنت تعيش حياة مزدحمة للغاية، وكانت الالتزامات من جميع الأطراف تفرض عليك مطالب اليوم، ومن المرجح أن يتراجع الضغط قليلا. اغتنم الفرصة، هذه الفرصة للراحة والاسترخاء مع عائلتك وشريك حياتك، وسوف تستمد الطاقة الراحة من الأشياء المألوفة. استمر بأمسية هادئة في المنزل وشريكك لمتعة أكثر للخروج. عاطفيا، لقد كنت تعيش حياة مزدحمة للغاية، وكانت الالتزامات في جميع الأطراف تفرض عليك مطالب. اليوم من المرجح أن يتراجع الضغط قليلا. اغتنم هذه الفرصة للراحة والاسترخاء مع عائلتك أو شريك حياتك. سوف تستمد الراحة من الأشياء المألوفة. استمتع بأمسية هادئة في المنزل مع شريكك بدلا من الخروج لمتعة أكثر نشاطا. التجمعات الاجتماعية يمكن أن تكون مكثفة بشكل ممتع. محادثة غير رسمية مع شخص ما من حولك شيء تافه يمكن أن تصبح عميقة للغاية، لأنك تشعر أن هناك بينكما أكثر مما تراه العين، وربما يكون هناك قد لا تكون الأمور مثالية الآن، وقد يكون هناك الكثير من العاطفة والمشاعر في الهواء والتي تهدد بالفيضان في كل مرة عند أدنى استفزاز. قد تمر بأوقات عصبية أمامك، لذا من الأفضل أن تتحلى بالصبر. حاول أن تكون متسامحا مع آراء الآخرين. تشير الكواكب إلى أنك قد تجد نفسك مغمورا بطلبات التنزه. وقم بتحليل وحساب مشاريعك بعمق ثم انتقل إلى العمل. لا تنزعج إذا رأيت أن حسابك ومشاريعك بعمق ثم انتقل إلى العمل، ولا تنزعج، فما هو مخطط له يحدث بشكل أبطأ مما هو متوقع. تحدث الأشياء بشكل قوي في حياتك على مستويات دقيقة للغاية. مهنيا، في مكان عملك كنت معتدلا ومدروشا، وإذا كانت في شراكة فستنجح لأنها ستسهل عليك التغلب على الصعوبات في طريقك. احمي نفسك من خيبات الأمل التي تسببها عواطفك، وتحلى بالصبر بدلا من القيام بخطوة كبيرة. ضع في اعتبارك ما إذا كانت التغيرات في صالحك أم لا. هذه اللحظة ليست جيدة لرحلة عطلة، حان الوقت لبناء خططك المستقبلية.
ستعمل على تحسين وضعك المالي بشكل غير متوقع بالمهام التي سيقبلها وتنتهي ببراعة. بعد التفكير العميق والدقيق في الموضوع الذي يهمك قد يكون ذو قيمة كبيرة الآن. لا شيء يحدث من تلقاء نفسه عند الحاجة سي اليوم، لكنها ستكون كلها لأنها تريد الإنفاق وليس لأنك مجبر على ذلك. لقد كنت تدخر اليوم ممطرا وهذه خطوة حكيمة، ولكن اليوم هو اليوم الذي تنغمس فيه في جانبك الباهظ دون القلق وشراء مكافآت لطيفة لنفسك أو لشخص قريب منك. صحيا، أنت تشعر بشعور رائع بالصحة والسعادة والرفاهية يميز موقفك اليوم، وستشعر بالحب تجاه الجميع، وستكون جاهزا تماما لمشاركة مزاجك المشمس، وهذا سيجعلك مشهورا بين الحشود، وسوف يحسن من حولك ابتهاجك وقوة عقلك وروح الدعابة والرفاهية العامة. توقعات برج الميزان للرجل: أنت مليء بالطاقة وتريد الكثير من الإنجاز، وكلما كنت مسرقا كلما حققت ما تريد. وإلزم التواضع وكن متواصلا وابحث عن السعادة الحقيقية. قد تشغلك الأمور العملية فأنت تستعد بالاهتمام من حولك وبمشاعرك الحارة مع من تحب. قد تشعر أن هذه فسحة الأمل الوحيدة. توقعات برج الميزان للمرأة: الفارق بينك وبين الآخرين قدرتك على التفكير المرن والإبداعي، وبإمكانك رؤية أشياء مختلفة في كل موقف تمرين به. استخدمي هنا الإبداع في مصلحتك اليوم، ولا تسمحي لخيبة أملك أن تمنعك من التقدم، وركزي على ما هو آتي. حتى إن استغرق الأمر زمنا أطول فسوف تصلين إلى هدفك بإصرار، والصبر هو مفتاح الفرج. توقعات العلامة الأولى مواليد 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر: يمكنك اليوم العمل بشكل بناء من خلال الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم، وسوف تتلقى دعما بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية. اظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات، وقد تقابل اليوم حب حياتك فافتح عينيك جيدا. توقعات العلامة الثانية مواليد 4 أكتوبر إلى 13 أكتوبر: يمكنك اليوم تبني موقفا مؤيدا لتقوية الروابط الأسرية، وسوف تتقبل عائلتك ذلك بسعادة وسوف تدعمك بشدة في خططك هذه لتعزيز العلاقات. سوف يستمر أيضا في حياتك العاطفية، قد تقترب من شخص محدد قد ينتج عن ذلك علاقة طويلة المدى. توقعات العلامة الثالثة مواليد 14 أكتوبر إلى 22 أكتوبر: أنت متفق مع ذاتك فأنت واثق بنفسك وتظهر سلاما داخليا واضحا، كما أنك مفعم بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوءك الخارجي يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك. ثقتك وسعادتك في الحياة تعني أن زملائك وأصدقائك يثقون بك ويطلبون منك النضج.